السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. في هذا الفيديو ان شاء الله ساشارك معكم تصريحات من احد لاعبي نادي مانشستر سيتي السابقين، وايضا في نفس السياق ساشارك معكم راي الجماهير الانجليزيه عن رياض محرز وايضا رحيم ستيرلينج. فاذا راح يتعاقدوا مع يعني جاك جريليتش، من هو اللاعب الذي يجب ان يكون وياخذ المكانه الاساسيه في معظم المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز او في جميع الدوريات الاخرى والمسابقات الاخرى في الجناح الايمن الذي يلعب فيه رياض محرز؟ هل هو رحيم ستيرلينج ام انه رياض محرز؟ راح نشوف ردة فعل الجماهير الانجليزيه، وايضا في نفس السياق وفي نهايه هذا الفيديو ساشارك معكم يعني من هو المنتخب الذي سيمثله، هو الذي قريب الى يعني اوليز، اللاعب الذي ينحدر من اصول جزائريه والذي الجماهير الجزائريه كانت في الفتره الاخيره تريد هذا اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري. هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى، كل ما يمكن لكم فعله هو الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناه مستقبلا. طبعا نبدا لكم بالتصريحات الاولى يعني والخبر الاول من شون غوتر، يعني لاعب نادي مانشستر سيتي السابق وحاليا يعني محلل في قناه سيتي بلس وايضا في قنوات اليوتيوب لنادي مانشستر سيتي، فهو يعمل في استوديو تحليلي حاليا. وطبعا صرح على رياض محرز وكان متسائل هل ان بيب غوارديولا حاليا في هذا الموسم الجديد يعني رفقه العديد من اللاعبين الصغار والشبان وايضا اللاعبين اللي راح يتعاقدوا معهم راح يغير له يعني مكانته في نادي مانشستر سيتي وراح يغير له المنصب نتاعه ام شيء من هذا القبيل؟ هذا ما سنتعرف عليه كبدايه. حيث شرح لنا يعني موقع مانشستر ايفنينغ قائلا، قال غوتر يعني عن رياض محرز قبل انطلاق المباراة في حديثه في تلفزيون سيتي تي في، اعتقد انه سيتطلع الى ذلك، انا مفتون بما سيفعله بيب غوارديولا بمنصب رياض محرز. يعني حاليا هذا يعني اللاعب السابق راه يتساءل ماذا سيفعل بيب غوارديولا هذا الموسم بمنصب رياض محرز، واش راح يبقيه في نفس منصبه للثلاث المواسم الماضية ام سيغيره ام سيرتكب بين قوسين حسب تصريحه حماقات جديدة، لانه بيب غوارديولا دائما معروف بفلسفة. وقائلا ايضا في نفس السياق، هل سيمسكه بعيدا وسيغير مكانه؟ لان هنالك بعض اللاعبين الشباب في نادي مانشستر سيتي، وقد بيب غوارديولا يعني سيجعله في مركز اخر عن رياض محرز، وقائلا لكوني في فتره ما قبل الموسم يبدو انني اتعلم شيئا ما من بيب غوارديولا. واشار في نفس السياق ان بيب غوارديولا يحب تغيير يعني مناصب يعني اللاعبين في كل مره، حيث صرح قائلا بعد موسمين او ثلاثه يعني كنا نرى ان الظهير يلعب معكوسا والان نرى أن المدافعين ينتهي بهم الأمر في المركز رقم 10، أي وفي كل موسم أتعلم وأتطور من بيب غوارديولا، حيث معرفتي ومشاهدة سيتي ومشاهدة بيب غوارديولا يعني كلها يعني أتعلم منها العديد من الأمور. لذلك أنا أيضا مع بيب غوارديولا وحصوله على استراحة أنا مفتون جدا، ويبدو دائما أنه يبتكر الأفضلية، وأنا أتطلع لما سيكون جديد لنجمنا الجزائري رياض محرز، وقائلا أن بيب غوارديولا عبقري وسيفعل شيء يعني مفاجئ في هذا الموسم الجديد، وعلى انه سيغير بعض المناصب، وايضا كان يلمح على رياض محرز. فهل تتوقعون ان بيب غوارديولا يعني سيغير مركز رياض محرز عندما سيتعاقد مع هاري كين وايضا جاك جريليتش؟ يعني كل شيء وارد، لان بيب غوارديولا صراحه يعني كان بعض اللاعبين يغير لهم المكان نتاعهم والاماكن نتاعهم والمناصب نتاعهم بشكل عادي. وقائلا ولكن رياض محرز نحن نعرف ما هي قدرته، لديه القدرة على اللعب في أي مركز تقريبا، لأنه من الناحية الفنية لديه سيطرة كبيرة. يعني أشاد برياض محرز وقائلا كما تعلم الطريقة التي يداعب بها الكرة وتمريراته ومراوغاته يعني هي جيدة جدا، وأنا متحمس حقا لرؤية يعني هذا الشيء هذا الموسم. وقائلا محرز واحد من العديد من الأجنحة التي يضغطون للحصول على مكان في تشكيل نادي مانشستر سيتي الأساسي لبيب غوارديولا، وقائلا مثل رحيم ستيرلينج فيران توريس وبرناردو سيلفا فودين كلهم قادرين على اللعب في نطاق واسع. فرياض محرز راح يكون اساسي اتوقع بشكل كبير في الموسم القادم، ولكن في نفس السياق عنده منافسه كبيره حسب شون غوتر، وخاصه اللاعبين الاكاديميه اللي راح يجيو ويلعبوا مع نادي مانشستر سيتي باستمرار. وايضا في نفس السياق يعني راح يتوقع باللي انه بيب غوارديولا سيغير مكان رياض محرز. ننتقل الان الى الخبر الموالي على يعني نادي مانشستر سيتي ورحيم ستيرلينج ورياض محرز. يعني طرح موقع مانشستر ايفنينغ نيوز فكره، وايضا لكي يستعرض ولكي يرى ماذا ستقول الجماهير الانجليزيه عندما سيتعاقد نادي مانشستر سيتي مع جاك جريليتش، من هو اللاعب الافضل الذي يجب عليه ان يبدا في الجناح الايمن. نستقبل اول تعليق، صرح قائلا يعني انا احب يعني جاك جريليتش وكيف يلعب جاك جريليتش، ولكن هذا اللاعب اصبح يعني غالي الثمن، ولكن يعني عدنا رياض محرز ولا اريد رياض محرز ان يعني يكون في كرسي البدلاء من اجل جاك جريليتش.
تعليق المغرقة إلان أريد غريليتش وكين ورياض محرز ستيرلينج يجب عليه أن يبحث عن رياضة أخرى، بينما التعليق المغرقة إلان محرز يعني حرب من أجل الظفر بمكانته الأساسية، ولا أعتقد بأن جاك غريليتش سيأخذ مكانته بطبيعة الحال، وأيضا قائلا بأنه رحم ستيرلينج لا أعتقد بأنه سيكون الأساسي بدل رياض محرز هو اللي عنده الأفضلية. تعليق المغرقة قائلا غريليتش سيكون في كرسي البدلاء، ستيرلينج في الجناح الأيسر بينما رياض محرز في الجناح الأيمن، بينما التعليق المغرقة قائلا بأنه أي لاعب سيتعرض لفلسفة المداورة بطبيعة الحال، وكل اللاعبين سيتعرضون لفلسفة المداورة. تعليق المغرقة قائلا رياض محرز أو رحم ستيرلينج، وطبعا بيعلينا يعني فيران توريس، بينما التعليق الموالي قائلا جاك غريليتش ليس جناح، بل هذا اللاعب هو صانع العاب، وانا اريد في الخط الهجومي رياض محرز وكين وفودن، ولكن عزيزي المشاهد حتى جاك غريليتش يستطيع ان يلعب كجناح. وبيب غوردولا متاكدين بلي انه راح يختاره في المكان المفضل لديه الا وهو الجناح الأيمن الذي يلعب فيه رياض محرز. تعليق المغرقة قائلا جاك غريليتش يعني لن يجب ولن يلعب ابدا يعني مكان رياض محرز ورحيم ستيرلينج. أما تعليق الموالي نريد محرز كلاعب أساسي، وطبعا لا نريد يعني رحيم ستيرلينج. تعليق الموالي قائلا نريد رياض محرز في كل الأيام، بينما تعليق الموالي قائلا محرز all days long، وطبعا we don't even need Grealish and Harry Kane. يعني صراحة نزل مشاهدين هنالك منطق، اللاعبين اللي لعب بهم بيب غوارديولا الموسم الماضي لولا فلسفته في مباراة نهائية لما استطاع نادي مانشستر سيتي التحقيق دوري أبطال أوروبا لأول يعني مرة في تاريخ هذا النادي، ولكن يعني اللاعبين قدموا مستوى كبير، بيب غوارديولا هو اللي لازم يغير العقلية نتاعه. فأنا حسب رأيي الشخصي نادي مانشستر سيتي لا يحتاج لاعبين للتعاقد معهم، فالمنظومة حاليا هي جيدة، فالشي اللي بغي يتغير هو عقلية بيب غوارديولا في المباريات الحاسمة. صراحة يرتكب حماقات دائما يعني نشوف وراءها خسارة. تعليق الموالي قائلا نريد يعني رياض محرز، بينما التعليق الموالي قائلا رياض محرز best winger in the side on the world، يعني رياض محرز هو الأفضل، وهنالك تعليقات أخرى يعني كثيرة تريد بقاء رياض محرز في التشكيل الأساسي عكس رحيم ستيرلينج، هو الذي لازم يبقى في نادي مانشستر سيتي وفي التشكيل الأساسي. بينما الصحف الإنجليزية منها مانشستر إيفنينج نيوز يعني شاركت معنا تشكيلة الأحلام كما تشاهدون قائلة بأنه محرز في كرسي البدلاء، ستيرلينج كين وغريليتش في خط الهجوم، وطبعا هاجمتها الجماهير الإنجليزية كما تشاهدون قائلين أخرجوا رحيم ستيرلينج وأدخلوا يعني مكانه رياض محرز. تعليق الموالي قائلا أين هو رياض محرز وغاندوغان، هل هذه مزحة؟ بينما تعليقات أخرى نفس الشيء، رياض محرز وغاندوغان أين هم الذين يجب أن يكونوا في التشكيل الأساسي، والكثير من التعليقات المشابهة، وقائلا أيضا يعني احترموا رياض محرز، فرياض محرز قدم لكم يعني مستوى لا أحد يعني استطاع أن يقدمه في المواسم الماضية، وهو الذي صنع لكم أعزائي المشاهدين يعني تاريخ نادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. ننتقل الآن إلى المنتخب الوطني الجزائري واللاعبي المزدوجي الجنسية، فعدنا أحد اللاعبين الذين كان ينحذر من درجة الشامبيونشيب الملقب بميكايل أو ميشال أوليز، وهذا اللاعب الذي فاز بأفضل لاعب شاب في درجة الشامبيونشيب الموسم الماضي، حاليا انتقل لمدة 5 سنوات إلى نادي يعني وهو كريستال بالاس. فهذا اللاعب حسب التقارير في الفترة الماضية وحسب الأسئلة اللي وصلتني من هذه القناة ومنكم أعزائي المشاهدين، هو من هو المنتخب الأقرب لهذا اللاعب؟ انا لحد الان ما زال ما عملتش مع اتصال لانه صعب كثير به لاعب حاليا في الدوري الانجليزي ممتاز تتصل به ويعني يقول لك بلي انه انا باغي امثل المنتخب الفلاني، ولكن حاليا ما زلت احاول. على العموم حسب التقارير الافريقيه قائله بلي انه ميكايل اوليس حاليا قريب جدا لتمثيل منتخب نيجيريا. الاتحادية الجزائرية حسب المصادر الإفريقية يعني اتصلت به وعرضت عليه مشروعها الكروي، ويعني هذا اللاعب حاليا قادر يمثل العديد من المنتخبات منهم منتخب فرنسا، إنجلترا، نيجيريا وحتى المنتخب الوطني الجزائري، ولكن حسب التقارير هو قريب جدا من منتخب نيجيريا. لحد الآن ما كانش حاجة رسمية، فقط أنه قريب، ولكن في قادم المواعيد إذا وفقنا الله إن شاء الله وقدرنا نعمله مع انترفيو راح نشوف لكم أعزائي المشاهدين الرسمي في هذه القناة ومن تصريح هذا اللاعب إن شاء الله. على العموم في الفترة الماضية كنا نشوفه بلي أنه هذا اللاعب قريب إلى المنتخب الوطني الجزائري، في هذه الفترة أصبحنا نرى بلي أنه هذا اللاعب قريب إلى منتخب نيجيريا، فكل يعني التقارير تؤكد بلي أنه رح يبقى في المنتخبات الإفريقية، يعني
يعني منتخب فرنسا ومنتخب انجلترا ما راحش يمثلهم، راح يمثل يعني جذوره الافريقيه، يا اما منتخب نيجيريا يا اما المنتخب الوطني الجزائري. واذا هذا اللاعب ممكن انه سيختار بين نيجيريا والجزائر، فحاليا الجزائر افضل من نيجيريا وهي مسيطره على القاره الافريقيه، فما مدى به هذا اللاعب يمثل منتخب الجزائر؟ والعلم لله، يعني راح ننتظروا ونشوفوا اخبار جديده وايضا تقارير جديده في قادم المواعيد، وسيتم نشرها في هذه القناة. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.